عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. خلفت فكرة لم الشمل التي جاءت بها برقية وكالة الأنباء الرسمية ردود فعال وسط الطبقة السياسية، فبين مرحب ومتريث تباينت مواقف الأحزاب حول فكرة لم الشمل رغم التفاف الأغلبية حول مشروع الرئيس منذ اعتلائه سدة الحكم. في الوقت الذي اختارت التشكيلات السياسية التريث عن إعلان موقفها وفضلت طرح القضية أمام مؤسسات الحزبية، رحبت أحزاب بفكرة لم الشمل معتبرة إياها حاملة المشروع الوطني الحقيقي الذي يجابه التحديات الراهنة. خطوة لم الشمل هي خطوة أساسية بالنسبة لنا نثمنها، ونعتبر أن سياسة رئيس الجمهورية من أجل دفع الحياة السياسية ودفع البلاد نحو الأمام دون شك يجب أن نتخلى على عبء الماضي وتراكمات الماضي. فدون شك الجزائر عبر التاريخ، عبر صفحات التاريخ، دائما تعرف كيف أنها تدفع بالشعب الجزائري إلى نحو مستقبل واضح، نحو ما يوحد الشعب الجزائري وما يبين الرؤية نحو بناء اقتصاد قوي. دون شك يجب أن نتخلى على سلبيات الماضي ونمشي إلى بناء دولة قوية، دولة مستقرة، دولة تعطي لأبنائها، لأن ما ينتظرنا وما ينتظر أبنائنا الشيء الكثير. لنا أمل كبير. الجزائر الآن تعيش وضعا ليس سهلا إقليميا ومحليا، يتطلب نوع من رص الصف الداخلي وكذلك دفع الصف الداخلي إلى أن يعني يكون قويا وجدارا وطنيا يستطيع من خلالها أن يكون صدا منيعا عن أي أطماع أو أي تحرشات خارجية وخاصة من الجهة الغربية. وهذا الموضوع يتطلب توسيع رؤية، توسيع النقاش، بسط النقاش مع كل القوى السياسية وكل القوى المجتمعية. قد تكون الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية بمثابة انطلاقة جامعة لمختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني، وذلك بتكريس حقيقي لحوار توافقي ولم للشمل من أجل النهوض بالبلاد وتجاوز مختلف الأزمات الداخلية والخارجية.